السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، وهنستكمل الإكويفلنس ترايلز. وزي ما قلت لك قبل كده إن إحنا بيبقى عندنا دواء موجود بالفعل، وأنا عندي دواء تاني عايز أشوفه هل الدواء دوت فعلا مساوي للدواء اللي موجود عندي بالفعل ولا لأ. ودوت دايما بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن الدواء نفس المادة الفعالة، ولكن بيبقى أرخص، أو مثلا بيبقى مثلا دوت بيتاخد في صورة هون ودوت بيتاخد في صورة أورال، لأن نفس الدواء بس إيه، بس بيبقى إما زي ما قلت لك أرخص أو بصورة تانية وكده. فالكيس سيناريو اللي عندي بيقول لك ان انت عندك استاذي ترايل، كلينيكال ترايل معموله لدواء جديد، دواء جديد وبنقارنه بالستاندرد دراج، دواء موجود بالفعل في علاج الانفكشن ماشي، والبري سبيسيفايد دلتا 12%. وانا عرفتك يعني ايه دلتا، اللي هي مينيمم اكسبتنس ديفرنس. مينيمم ديفرنس هو انت لو فاكر معايا ورا، مينيمم اكسبتنس ديفرنس تمام 12%، يعني عند الحد لغايه 12 لو ما الدواء بتاعي ما تعداش ال 12، لو الكونفدنس 90% كونفدنس انترفال بتاعته ما تعدتش ال 12%، يبقى كده الدواء بتاعي فعلا موازي للدواء الموجود بالفعل. ويبقى بعد كده ات ذا اند اوف ذا ترايل، بعد نهايه الترايل بتاعتنا التجربه بتاعتنا، كان عندنا 33.7% من البيشنت بتوعي اللي اتعالجوا بالدواء الجديد عندهم الانفكشن، والناس التانية اللي اتعالجوا بالدواء اللي موجود بالفعل كان 29.1% كان عندهم الانفكشن برضه. يبقى الدواء ما عالجش 33.7، الدواء الجديد ما عالجش 33.7، والدواء القديم ما عالجش 29.1%. رحت عملت البروب تيست بتاعي، او عملت البروبوشن، حسبت النسب وعملت له الكاي سكوير تيست بتاعنا او فيشر اكزيكت تيست ايا يكن، يعني الاكسبكت كاونت بتاعي مش مهم تعرفها دلوقتي، انا كده كده هشرح لك فيديوهات تانية كتير خالص. وي جنريتد اتو سايدد 90% كونفيدنس انترفال، عملنا تو سايدد 90% كونفيدنس انترفال، وطلع معايا ان الكونفيدنس انترفال للدواء دوت عن طريق البروب تيست لو انت هتعملها بالار، ولو انت هتعملها بالاس بي اس اس او الستا، يبقى انت هتشوف البروبوشن والكاي سكوير والزيت تيست عن طريق، وتحدد طبعا الكونفيدنس انترفال هتبقى 90%. البرنامج طلع لي ان الكونفيدنس انترفال سالب 22 من 1000، دي اللور باوندري، والابر باوندري 11 من 100 او 114 من 1000. لو انت ضربت في 100 هتبقى دي 2%، ولو انت ضربت دي هتبقى كام؟ هتبقى 11%. 2 سالب 2% وسالب 11%، هل فيهم واحده تعددت ال 12%؟ لا ما تعدتش ال 12%، يبقى كده عملنا اكسكلود للدلتا، يبقى كده معناه ان الدواء الجديد اللي اخترعته فعلا ايكويفالنس للايه؟ للدواء الموجود بالفعل. Therefore we can claim equivalence between the two treatments at 5% significant level. كده خلصت الايه؟ خلصت الايكويفالنس ترايل.